سلام يا أحباب قلبي، معاكم هوكس، وهذا الجزء الثاني من قصة خديجة وزوجها غيث والشيطان اللي تنكر بشخصية غيث. في هذا الجزء بنسمي الشيطان اللي تنكر بشخصية غيث شيث، وبيجلس اسم غيث مكانه غيث. فخليكم مركزين على القصة ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. يلي ما شاف أحداث الجزء الأول من هذه القصة بحط لكم رابطها في الوصف، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. خذ لك أي شيء تأكله مع القصة وخلينا نكمل في باقي أحداث هذه القصة. خديجة ما عطت للموضوع أي اهتمام، بس صح أنها قلقت لكن ما عطت الموضوع اهتمام كبير، وقالت لزوجها خلاص تم، ما بيعرف أحد أنك موجود. قامت خديجة عشان تطبخ العشاء ودخلت المطبخ وبدأت تطبخ العشاء، لكن فجأة خديجة جالسة تصلح العشاء في المطبخ دخل عليها شيث وما كانت تعرف أنه دخل المطبخ، إلا فجأة تحس في شيء قاعد يمسكها من الخلف. التفتت شافت انه زوجها غيث. استغربت خديجة لان زوجها غيث ما كان رومانسي، فقالت ممكن بسبب فترة السفر الطويلة والشوق. جلسوا يتكلموا شيث وخديجة جالسين في المطبخ وجالسين يسولفوا. من خباثة شيث انه كان جالس يسأل خديجة عن احوال القرية واحوال اهله، وكل شيء كان غايب عليه عشان يحسسها او يتقمص دور غيث بشكل كبير. لكن شوفوا، مهما كان يحاول انه يتقمص الدور او يحاول انه يبين انه غيث، بالنهاية هذه زوجته خديجة، ومستحيل انها ما تفرق بين زوجها وشخص ثاني. عد الوقت وجاء وقت صلاة الفجر. خديجة قالت بقوم اتوضى وانت قوم اتوضى وصلي بعدي، لكن فجأة شيث وقف وقال لها أنا بخرج عندي عمل، أنت نامي وارتاحي وأنا برجع مع صلاة المغرب. استغربت خديجة وين بيروح كل هذا الوقت، قالت له وين بتروح؟ قال لها عندي كم شغلة مع أصدقاء قدامى، بخلص شغلي معاهم وبتقضى واشتري مقاضي للبيت وبرجع. وافقت خديجة وخرج شيث من البيت. خلصت خديجة صلاتها ورجعت تنام. صحيت في اليوم الثاني وكان مثل أي يوم عادي. وبعد صلاة المغرب بحوالي 15 دقيقة سمعت خديجة الباب يدق وعرفت إنه زوجها. راحت تفتح الباب، فتحت الباب ولما دخل وكان معاها الكثير من الأغراض. قالت خديجة إيش جاي معك؟ قال لها جايب لك كثير مفاجآت، أنت اصبري علي بس أدخل وبوريك كل شيء. دخل شيث ووصلوا لصالة البيت وفتح الكيس شيث. استغربت خديجة أو بالأصح انصدمت لأن شيث خرج لها كمية ذهب ما هي طبيعية، وقال لها هذه هدية السفر لأني نسيت ما أجيب لك معايا هدية من الغربة. لكن فعليا انصعقت خديجة من كمية الذهب، كمية ما هي طبيعية لدرجة إنها توصل 2 كيلو ذهب، أخراص وخواتم وبدلات ذهب وكل شيء، جميع أنواع الذهب، 2 كيلو كاملين من الذهب. وجلس معاها وما كانت مضطرة إنها تسوي عشاء لأنه جايب معاها كمية أكل محترمة، أكل جاهز من السوق. وكانت الأيام تمر بشكل طبيعي جدا، لكن خديجة كانت مستغربة من تصرفات زوجها لأن زوجها كان متغير بشكل جذري. أول شيء التحذير اللي حذرها لما جاء إنها ما تكلم أي أحد إنه موجود. ثاني شيء إنه كان كل يوم يخرج معها صلاة الفجر وما يرجع إلا بعد صلاة المغرب. ثالث شيء إنه كان كل يوم يرجع البيت ويجيب لها هدايا باهظة الثمن، كان يجيب كل شيء من السوق، لدرجة ان خديجة بطلت تطبخ في البيت من كثر الاكل اللي كان يجيبه، اكل كان يكفي حتى لأسابيع. خديجة كان عندها صديقة مقربة، خديجة كلمت صديقتها هذه بكل شيء، وصلت صديقتها انها ما تكلم احد ان زوجها موجود. صديقتها كانت من اقرب الصديقات لها فصانت السر واحتفظت فيه وما كلمت اي احد. عدت فترة طويلة وكان كل فترة وفترة تكتشف خديجة أشياء أكثر وأكثر في زوجها، لكن شيث كان عايشها حياة الرفاهية حرفيا، ولا كانت تطبخ شيء، وكل يوم كان يجي لها بهدايا باهظة وأشياء ما تتخيلها عزيز المشاهد. كل أسبوع كان يجيب لها ذهب وكل يوم كان يجيب لها أكل وفواكه وكل شيء من ما لذ وطاب. ارتاحت خديجة بشكل ما هو طبيعي، ارتاحت خديجة وبين عليها الراحة قدام أهلها والناس والجيران اللي تعرفهم. الشيطان شيث ما كان مقصر معاها بأي شيء، لكن تصرفاتها الغريبة كانت موجودة كل يوم. وفي بعض الأحيان كانت تستغرب خديجة إنه كان في قط أسود يجيها في أوقات العصر والظهر. ما كانت تدري خديجة من وين يجي هذا القط، لكن هذا القط الأسود
كان يجي يشوفها فجأة من باب الغرفة وبعدين يختفي، وبعدين تلحقها خديجة لكنه يختفي وما كأنه كان موجود داخل البيت. عدت فترة محترمة، عدت 3 شهور كاملات على وجود شيطان المتنكر بشخصية غيث مع خديجة. خديجة كانت حاسة بالفرق، لكن سبب سكوتها عن هذا الشيء انها ما كانت تعرف زوجها بالشكل المطلوب، لانه بعد ما تزوجها جلس معاها 40 يوم لا غير. وبعد 3 شهور هذه بدأت اعراض الحمل تبين على خديجة، وكانت مبسوطة، كانت مبسوطة جدا بوجود هذا الجنين في بطنها، لانه من زوجها وحب حياتها، وكان حب شيث يزيد اكثر واكثر لخديجة. وحرفيا كمية الهدايا والأشياء اللي كان يجيبها شيث كانت تتضاعف كل فترة وفترة أكثر من الفترة اللي قبلها. لكن حمل خديجة كان مشكلة بالنسبة لها وبالنسبة لشيث، لكن بعد راحة خديجة ارتاح جسمها وما كان يبين عليها حمل بشكل كبير، لكن صديقتها كانت تعرف بكل شيء. معلومة نسيت ما أقول لكم إياها، غيث كان يرسل أشياء مثل الفلوس وملابس وأشياء كثيرة مع أصدقائه اللي يرجعوا اليمن، لكن الشيطان اللي متنكر بشخصية غيث كان يتنكر بشخصية خديجة ويروح ياخذ الاشياء من اصدقائه، فحرفيا ما كان في اي ثغره او غلط مرتكبه شيث. تخيلوا عدت 4 اشهر كاملين على وجود شيث الشيطان المتنكر بشخصيه غيث مع خديجه، وخديجه كانت حامله بابن شيث اللي هو الشيطان، وعدت فتره كمان على حمل خديجه، عدت تقريبا 6 اشهر وبينت بطن خديجه، بين الحمل قدام الكل، لدرجة أن شيث منع خديجة أنها تخرج من البيت، حتى صديقاتها حتى أهلها لما كانوا يجوا إلى البيت ما كان يفتحوا الباب، ما كان يردوا على أحد. لهذا الدرجة وصل خوف شيث من أنها الناس يعرفوا أنها حاملة من شخص غير زوجها. وكانت خديجة تقريبا بالشهر 7 من الحمل، وفي يوم من الأيام كالعادة خرج شيث من البيت على صلاة الفجر، ونامت خديجة بعدها وصحت على صلاة الظهر. صلت الظهر وبعدين كانت جالسة تقلب في أحد الكتب وتقرأ، لكن فجأة اسمع باب البيت يدق. استغربت لأنه ما في أحد يجيها في هذا الوقت، لأنه تعودوا الناس إذا أحد جاء ما حد يجاوبهم من بيت خديجة، يعني حتى صديقاتها ما كانوا يجوا عندها إلى البيت. فاستغربت خديجة لأنه ما كانت متوقعة أن في أحد بيجي مثل هذا الوقت. راحت خديجة اقتربت من الباب وقالت بصوت مستغرب: مين على الباب؟ فجاوب صوت من خارج: أنا، افتح الباب. استغربت خديجة لأنها متعودة أن زوجها ما يجي في هذا الوقت أبدا، لكنها فتحت الباب انصدمت أن زوجها غيث جاء من الغربة ومعاه أغراض السفر، لكنها متعودة على شيث لأنه كان يجي كل يوم بأغراض كثيرة ومعاه كثير أشياء في يده. ما عطت الموضوع أي اهتمام ودخلت البيت. غيث استغرب وقال لها: إيش فيك يا مرة؟ ليش ما تفرحي بوجودي؟ أنا فرحانة فيك دائما، وما هو شرط أبين لك هذا الشعور عشان تعرف أني أحبك أو مبسوطة بوجودك. استغرب غيث، كان حرفيا مصدوم من ردة فعل زوجته، لكنه دخل البيت. دخل غيث واحتضن زوجته وباسها على راسها وحط شنطة السفر وقاعد يسلم عليها ويسألها عن أحوال القرية وأحوال الناس. لكن فجأة استغربت خديجة لأنه قال لها: خديجة صلح الغداء، بروح أكلم أهلي يجوا عندنا بينما أنت تصلح الغداء، وسوي غداء كثير لأن بجيب أهلي يتغدوا عندنا. انصدمت خديجة لأن زوجها بالعادة كان يحذرها أنها ما تكلم أحد وما يبغى أحد يعرف أنه موجود، لكن هذه المرة رايح يكلمهم بنفسه. وقفت خديجة وقالت له: عيد كلامك لأني ما استوعبته. لكن لما وقفت خديجة استغرب غيث لأنه ركز على بطنها وشافها حاملة، وهنا كانت الصدمة بالنسبة لغيث، لأنه وقف وقرب من خديجة وقال لها: إيش فيها بطنك كبيرة؟ ردت عليه خديجة: إيش فيها بطني؟ شي طبيعي أنا في الشهر 7. وقف غيث وهو متبلد، جلس حوالي 5 دقائق وأكثر وهو جالس يشوفها وجالس يسألها: أنت من جدك تتكلمي؟ حامل؟ كيف حامل؟ من عين حامل؟ خديجة ما جالسة ترد عليه، ما كانت تأخذ وتعطي معاه، جالسة ساكتة مكانها. وبعدين صرخت عليه وقالت: كيف تسألني إني حامل أو مش حامل؟ أنت زوجي وأكيد حامل منك، يعني من حقها أنها تزعل لأنها عارفة أنها حاملة منه، ما هي عارفة أنها حامل من شيث
اللي هو الشيطان المتنكر بزوجها، وبدأ الجو يتعكر بين خديجة وزوجها غيث، وبدأت الأصوات تعلى أكثر وأكثر لدرجة أن غيث بدأ يمد يده على خديجة وبدأ يضربها، لكن مكانها خديجة منصدمة من الموقف لأنها ما جالسة تبرر حتى، لأنها عارفة أنها حامل من زوجها. وغيث مستغرب لأنه ما كان موجود عندها أساسا، فكان جالس يتهمها وما كان يدري أن في شيطان متنكر بشخصيته جالس مع زوجته. بدأ غيث يضرب في زوجته حتى أغمى عليها، وبعدين راح وأخذ سلاحه وأرداها قتيلة. سمعوا أهل القرية صوت إطلاق النار واجتمعوا على بيت غيث، ولما وصلوا الناس كلمهم بكل شيء وإنه جاء من السفر وزوجته حامل. الناس طبعا كانوا في قرية، وأي بنت تخون زوجها أو تسوي شيء بحق أهلها كان القتل فيها شيء عادي. فجاءوا أهل غيث وبدأوا الحريم ينظفوا جثة خديجة، لكن الحكومة أو الشرطة كان لهم رأي ثاني تماما، لأنه لما وصلوا ألقوا القبض على غيث. بدأوا تحقيق معاه وكلمهم بالسبب اللي خلاه يقتل زوجته، لكنهم ما كانوا مصدقين له. والسبب اللي ما خلاهم يصدقوه، تذكروا صديقة خديجة الذي كلمتها أن زوجها رجع وكل يوم كان يخرج بعد الفجر ويرجع في المغرب؟ صديقتها هذه شهدت ضد غيث. عائلة خديجة ما كانوا متقبلين ابدا انه قتل زوجته، فالدولة حكمت على غيث بالسجن المؤبد. خلصت جنازة خديجة واندفنت تحت التراب وصلوا عليها، وبعد صلاة المغرب جاء الشيطان اللي متنكر بشخصية غيث، وصل وجاء للبيت. واول ما وصل عرف بكل اللي حصل، ومن شدة حبه لخديجة راح على السجن وتلبس غيث ودخل فيه. بعد ما تلبسه خلاه يضرب راسه على الجدار إلى أن فارق الحياة. وانتهت القصة على هذا الحال. المرأة يستخدميها لحاجتك فقط، خليك من دلع البنات وكثرة الأشياء اللي ما لها داعي، لأن في أشياء ممكن تخلينا نندم طوال حياتنا. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى أنكم استمتعتوا في القصة، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك.